مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تنطلق غدا الأربعاء بمسقط الدورة الخامسة لملتقى عمان الاقتصادي عمان جسر الشراكة العربية الآسيوية، بمشاركة أكثر من 500 فعالية اقتصادية يتعرفون عن قرب على تطورات الاقتصاد العماني وفرصه الاستثمارية المتاحة وآليات التكيف مع تراجع أسعار النفط وسبل تفعيل العلاقات الاقتصادية العمانية الآسيوية عبر استغلال موقع السلطنة المتحضر كجسر للشراكة الخليجية والعربية والآسيوية. الملتقى يستهدف أيضا دعم الأهداف التنموية بجعل السلطنة محطة رئيسة لتجارة دولية وحركة النقل متعددة الوسائط ومحور جذب للاستثمارات الدولية في المنطقة بتوفير أفضل الممارسات الإجرائية الداعمة. ويجمع الملتقى دوائر القرار في القطاعين الحكومي والخاص ومستثمرين محليين وأجانب وأكثر من 100 ممثل لصناديق استثمارية وسيادية وتقاعدية، ويعتقد أنه سيؤدي إلى عقد شراكات استثمارية لاستغلال الفرص المتاحة في عمان. ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار في السوق العمانية تدعمه عدة عوامل، أبرزها أن الاقتصاد العماني حافظ على نموه واستقراره رغم انخفاض أسعار النفط، كما أن السلطنة تشكل اليوم أفضل مناخ سياسي واقتصادي محفز للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. ويعتقد وينعقد هذا الملتقى كل سنتين، بيد أن مراقبين يأملون أن تسفر نتائجه عن خطة عمل واضحة لحجم الاستثمار المستقطب ضمن أهدافه الاستراتيجية. أرحب بضيوف هذه الحلقة، الأستاذ وليد أبو زكية المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، الأستاذ رزق عليمات الخبير الاقتصادي بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والأستاذ جلال بن عبد الكريم اللواتي مدير الترويج بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أرحب بضيوف الأعزاء في رؤية اقتصادية، كما أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم. أعود إليكم بعد هذا الفاصل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. صعب ننسى الغالي. صح والله، لكن الغالي قيمته فيه. صورته وحطيته على تطبيق أولكس وبعته، الإعلان مجاني وما دفعت أي عمولة وقبضت من المشتري نقدا. أنت بعد تقدر تبيع مع أولكس، البيع والشراء والأسهل.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في رؤية اقتصادية، ونتناول في هذه الحلقة عمان جسر الشراكة العربية الآسيوية على خلفية انعقاد ملتقى عمان الاقتصادي. أستاذ وليد، أبدأ من معك، ما هي الرؤية الاقتصادية التي ينطلق منها الملتقى غدا لأن تصبح عمان جسرا للشراكة العربية الآسيوية، وما هي العوامل التي تساعد السلطنة على القيام بهذا الدور؟ شكرا لك عبد الله، شكرا على الاستضافة. ملتقى عمان الاقتصادي في دورته الخامسة، وفي كل دورة نسلط الضوء في ملتقى عمان الاقتصادي على موضوع أساسي يكون كإطار عام للملتقى. في دورتنا هذه ملتقى عمان الاقتصادي يتناول موضوع آسيا بإطار موقع عمان من أسواق آسيا، من أسواق آسيا، بموضوع طريق الحرير، أهمية الموقع وأهمية البنى التحتية الموجودة عند سلطنة عمان. سلطنة عمان تتمتع بمرافق من الصف الأول بمرافق المنطقة، موقع كتير مهم بموضوع بالقربة من إيران، الهند، الهند، أفريقيا، في اهتمام كبير بأفريقيا. الصلات التجارية التاريخية بين عمان والصين على خلفية ميناء كانتون في الصين تاريخيا. طريق الحرير كما ذكرت. صحيح. هل اختيار آسيا كم يعني نقطة انطلاق مغذية لهذا الجسر له دلالات مرتبطة بالبعد الجغرافي بالتحديد؟ أقول أكثر من يعني أنا بقول الجغرافيا عامل، بس العلاقات التجارية هي الأساس، أهم الأسواق التي يركز عليها الملتقى. الصين السوق الأساسي، اليابان في عنا ضيفين، ضيف وزير صيني ووزير ياباني، وعنا وزير إيراني، ضيف إيراني كمان، اللي هن بشكله إذا بدك المثلث الموجود في عمان بعلاقتها مع أفريقيا وبعلاقتها مع آسيا وبعلاقتها حتى مع الداخل، الدول الأسيوية الداخلية اللي نتأمل أنه يصير في شراكات عمانية إيرانية لخدمة السوق الأسيوية الداخلية مثل أذربيجان وكازاخستان وهذه الدول الأخرى. نعم. طيب أستاذ وليد، من الأهداف الأساسية للملتقى هل هو فقط الترويج للفرص الاستثمارية في عمان في مختلف المواقع بالتأكيد، أم أنه أيضا قد يفضي إلى عقد شراكات قد نراها في السوق العمانية على إثر أجندة الملتقى؟ دائما كان هدفنا نحن والأخوة بوزارة التجارة هدف ترويج فرص الاستثمار في سلطنة عمان. نعم. وتطوير إذا بدك ثقافة رجل الأعمال والمؤسسات العمانية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. اليوم بملتقى عمان الاقتصادي بدورة الخامسة، وهذا الشيء من أبرز الأشياء التطورات إذا بدك لصار، نحن وصندوق الاحتياطي قدرنا نعمل شراكة ونجمع مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار وهيئات الاستثمار الدولية بسلطنة عمان، أكثر من 100 صندوق استثمار وسيادي وتقاعدي. صحيح. اليوم افتتحت أعمالهم المغلقة، وبكرة بينضموا لملتقى عمان الاقتصادي. كان في 200 شخص اليوم موجود من نوعية من النوعية رائعة، وبتأمل أنه يكون رجال الأعمال وأصحاب المشاريع العمانيين قادرين يطرحوا مشاريع تجذب الاستثمار. هل المستثمر الأجنبي ينظر بالدرجة الأولى إلى قرار المستثمر المحلي وهو يستثمر داخل السلطنة مثلا، أم أن الموضوع ليس له علاقة مباشرة برأيك؟ المستثمر جبان، رأس المال جبان، والمستثمر جبان. المستثمر بده يربح، المستثمر بده سستينابيليتي، بده نمو، ستدي جروث. هذا اللي عم تعمله عمان، في استقرار سياسي، في استقرار امني، في فرص، وفي بنى تحتيه موجوده، وفي قانون او في قضاء. هودي العوامل، ما في اكثر من هيك عوامل جذب لجذب الاستثمار. إذن الناقص، ما هي الخطوه التاليه المطلوب لتحويل هذه العوامل الى فرص ماليه؟ المستثمر اللي بيجي، وأكيد الأخوة اللي معنا بالحلقة بيعرفوا كمان أكتر مني، المستثمر بيجي عم بيفتش على موضوع تفصيلي،
ما بيحكي بالعمومية. جميل. أستاذ رزق، ما هي العناصر التفصيلية التي ربما يفتش عنها المستثمر كما ذكر الأستاذ وليد؟ ولديكم تجربة طويلة حقيقة وعريقة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، باعتبار أن المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة هي الأكثر الآن انتشارا في مختلف محافظات البلاد. المستثمر أو رأس المال سواء المحلي أو الأجنبي يبدأ بالبحث عن عناصر البيئة الملائمة للاستثمار. هل البيئة الاستثمارية في السلطنة ملائمة لاستقبال استثماره أو لا؟ الآن نتحدث عن ما هي عناصر البيئة الملائمة للاستثمار. عناصر الجذب. عناصر الجذب وعناصر البيئة هي نفسها كبيئة. عناصر البيئة الاستثمارية، أول شيء نتكلم عن البيئة التشريعية في الدولة وثبات هذا التشريع. طبعا نتكلم عن التشريعات الاقتصادية والعلاقة للهيكل الحكومي للخدمات الحكومية التي تقدم للمستثمر. الجانب الآخر اللي ينظر للمستثمر هو الاستقرار السياسي والأمني. هل إنه البلد عندها استقرار سياسي، نظام حكم ثابت، علاقة النظام السياسي في الدولة مع دول الجوار، مع التكتلات الدولية، مع التكتلات الأقليمية في المنطقة، الاستقرار الأمني في الدولة. الخطوة الثانية اللي ينظر إليها المستثمر، البنية الأساسية في الدولة من طرق، من خدمات فوقية، من كهرباء، مياه، غاز، هل هي متوفرة أو لا، وهل إنها هي بأسعار عادلة ومنطقية. هذاك الآن بعد ما بتكمل تكتمل هاي المنظومة إنه الموجودة في مكان، إذن هو البيئة ملائمة للاستثمار. طيب كيف أحكي إنه البيئة ملائمة؟ متى أنا أقول إنه البيئة عندما تكون جاذبة وتحقق نمو مستمر هي بيئة ملائمة للاستثمار. الآن السؤال، هل عمان مستمرة بجذب الاستثمارات؟ نعم. الاستثمارات القائمة في عمان تنمو؟ نعم. إذن البيئة الملائمة متوفرة في سلطنة عمان. هل من ثم التفاصيل أخرى على الجهات المعنية بالاستثمار أن تبدأ من الآن ببلورتها وتبسيطها حتى يتم تعظيم المنافع الاقتصادية؟ اليوم مثلا أنتم في المؤسسة العامة تحققون 5.5 مليار ريال عماني، ربما تحققون أضعاف هذا الرقم لو مثلا دورة العمل أصبحت أكثر مرونة كما يقول بعض الاقتصاديين. المؤسسة العامة للمناطق الصناعية هي أحد الأذرع الاستثمارية لحكومة سلطنة عمان، لكن هي مش اللاعب الوحيد في السلطنة، هناك شركاء. المناطق لكن القطاع الخاص مستثمر بقوة في المناطق الصناعية. الحمد لله، وخلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة حققت المؤسسة نمو في أعداد المستثمرين وحجم الاستثمارات وتعدد الجنسيات المستثمرة في المناطق الصناعية والقطاعات والمساحات المستغلة. إذا ننظر للخارطة الاقتصادية اليوم في عمان، نبدأها من البريم الحدود مع دولة الإمارات العربية المشتركة، منطقة البريم الصناعية، بعدها نتكلم عن منطقة اقتصادية متكاملة من سحار، منطقة صناعية في سحار، زائد المنطقة الحرة مزيونة، بعدها أنا ماشي على الخط من الشمال بهذاك، نتكلم عن أكبر منطقة لوجستية في الجي سي سي هي قادمة، الآن نتكلم عن مساحتها حسب ما نشر في الإعلام أكثر من 100 مليون متر مربع، اللي هي منطقة جنوب البطمة اللوجستية، تدار من قبل شركة عمان اللوجستية. الروسية، السماء، النزوة، سحال، عبري قادمة كمان كمشروع جديد. الآن يتكلموا عن منطقة اقتصادية متكاملة في عبري، لوجستية زاد اندستريال اريا زاد هب، مع ربط هاي المناطق كلياتها بشيوكة قطارات عمان. نتكلم عن الدقم، مشروع عملاق جدا واستقطب استثمارات سواء حكومية أو محلية أو أجنبية بالمليارات. نتجه للجنوب، صلالة منطقة اقتصادية متكاملة، منطقة حرة، منطقة صناعية، منطقة سياحية، كل مقومات مطارات دولية موجودة. نتجه لأقصى نقطة مع الجمهورية اليمنية وسوق القرن الأفريقي، المنطقة الحرة بالمزيونة، البوابة للسوق اليمني. السوق اليمني يعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، كتلة سكانية تقدر من 30 مليون شخص. من خلال اليمن احنا نصل للقرن الأفريقي، وموضوع إعادة الإعمار ربما سيخلق فرص تجارية كبيرة في المستقبل المنظور. هي الخطوة الثانية لأي حالة تشهدها أي دولة
في الظروف الحالية هي راح تفكير رجال الأعمال والمستثمرين. الأخ وليد حكى كلمة إنه المستثمر يبحث عن الاستمرارية والديمومة. السوق اليمن القادم هو إعادة أعمار اليمن. نعم أستاذ جلال، انطلاقا من الدكم، الدكم مشروع ضخم يتحضر الآن للتنويع الاقتصادي في عمان، كيف تنمو وتيرة الاستثمار المحلي أولا ثم الأجنبي في المنطقة الخاصة بالدكم؟ لديكم مساحات كبيرة ضعف مساحة سنغافورة تقريبا، 3 أضعاف حسب المرسوم الجديد. مساحة الدكم حوالي 2000 كيلومتر مربع، تقريبا 3 أضعاف مساحة سنغافورة بشكل عام. هي التطور في منطقة الدكم هو تحدي حقيقي من ناحية المساحة الجغرافية الضخمة، ولكن أيضا الموقع الجغرافي هو من العوامل اللي تميز المنطقة في التنافسية. موقع الدكم الجغرافي إطلالتها على بحر العرب ووجودها خارج مضيق هرمز وقربها من الأسواق العالمية الكبيرة مثل أسواق الصين والهند، قربها من السوق الخليجي، قربها من أسواق أفريقيا من الناحية أخرى، تقدم ميزة تنافسية عالمية بامتياز. ميزة تنافسية على امتياز، ولكن تبقى لكل المناطق الصناعية، المناطق الحرة عموما تحتاج إلى بنية تحتية، والعمل على هذه البنية التحتية بدأ منذ صدور المرسوم في 2013 و2011، وما زال العمل على هذه البنية التحتية قيد الاكتمال. كم نسبة ما اكتمل من البنى الأساسية في المنطقة؟ لا أستطيع أن أحدد نسبة معينة حاليا لأنه المشاريع مختلفة. عندك مشروع الميناء، عندك مشروع المطار، بتروكيماويات المصفات الدقم، وعندك مشاريع أخرى، فالنسب مش مختلفة. أسعار النفط لا تؤثر على المشاريع القائمة؟ إلى الآن لم يصلنا أي خبر عن تأثر المشاريع بأسعار. نعم، هناك معادلتان اقتصاديتان أستاذ جلال، تقول الأولى البداية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب الاستثمار الكبير في المدن الاقتصادية في ضوء المنظور الدولي، الميزان الاقتصادي الدولي، وهناك من يقول عكس ذلك تماما كما حدث النموذج في منطقة الصحار، ميناء صحار الصناعي. كيف تسيرون بأي معادلة في الدقم؟ والله نحن إذا جاز لي القول نمسك العصا من النصف، فنحن نروج أيضا للمشاريع العملاقة التي أكيد سوف تجر خلفها منظومة مشاريع مختلفة، وكذلك أيضا نروج أيضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن تأتي إلى الدقم وتستثمر وتأخذ ميزة تنافسية، ميزة المستثمر الفيرست موفر أدفانتج، أنها تنتقل للمنطقة الآن وتؤمن مرافقها وتؤمن مناطقها وتأخذ مشاريعها وتستعد للقادم. كيف تتحضرون في الملتقى للتسويق الاستثماري الخاص بالدقم لجذب مزيد من الاستثمارات، رؤوس الأموال إلى هذه المنطقة التي من الواضح كما يشير كثير من المتابعين بأن النمو الاستثماري يسير بوتائل ربما ليست بالقدر الذي تستهدفونه على الأقل؟ أول اسمح لي أهني الأستاذ وليد على المنطقة، وأعتقد التجربة الخامسة لهم في المنطقة عمان الاستثماري، وهو منطقة جيد جدا، ونحن نحرص أن نكون متواجدين في هذا الملتقى المفيد والمفيد لنا لنكون على اطلاع بما يدور في الكواليس الاقتصاد العماني. طبعا نحن نشارك في الملتقى بورقة عمل يلقيها الأستاذ صالح الحسني عن المشاريع في الدقم، ومعالي يحيى الجابري يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى. هذا بما يخص مشاركة الهيئة في الملتقى. نرجع لسؤالك، هل تقدمون خطة تسويقية للملتقى وخاصة أن أكثر من 500 فعالية اقتصادية تحضر من عمان وخارج عمان للتعرف على الفرص والمقومات داخل السلطنة؟ أكيد نحن لدينا فريق متكامل يحضر الملتقى ويواكب أحداثه ساعة بساعة وينظر إلى الفرص الاستثمارية الموجودة، وأكيد سنحرص على دراستها وعمل اللازم في نعم. أستاذ وليد، يعني كثير من المتابعين لمثل هذه الأحداث الاقتصادية، هذه الملتقيات، يتوقعون عقد شراكات حقيقة سواء ثنائية أو جماعية لرأس المال محلي أجنبي أو محلي حكومي محلي أو حكومي أجنبي ربما. من خلال الدورة الرابعة للملتقى، هل شاهدتم الدورة الماضية أقصد، هل عقدت مثل هذه الشراكات؟ هل خرجتم بنتائج فعلية؟ طبعا كمؤسسة تنظم هذا الملتقى بالشراكة مع وزارة التجارة، مع أن المعطيات التفصيلية لحجم الاستثمار الأجنبي لنتج عن الملتقى،
بس الواضح حتى لا يصبح يعني ملتقى نظريا. لا لا أبدا. نعم. وتعقيبا على هذا الكلام، التضخم إذا بدك بحجمه للمؤتمر، التسارع، يعني اليوم نحن سكرنا من امبارح باب التسجيل، عندنا 600 مشترك، 600 مشترك بملتقى عمان الاقتصادي، يعني اللي حضر من سنتين حابب يحضر مرة تانية، وفي ناس جديد اجت كمان تحضر ملتقى عمان الاقتصادي، في نوعية من الناس جاي تفتش على شراكات. السؤال هل نحن حاضرين نعطيهم فرص؟ وهون كنت عم تسأله الأخ جلال، أنا مثلا حصل لي الحظ أن أطلع على البرزنتيشن لأخ صالح، وفيها ملف واضح هودي الفرص الاستثمارية اللي نحن نتمنى نعرضهم للاستثمار على مستثمر أجنبي أما مستثمر محلي بالتفصيل. ونفس الموضوع عند عمران، إذن بدكم تعرض فرصها. صحيح. أمام الملتقى. صحيح. وعمران لهيئة الكهرباء والمياه، المنطقة اللوجستية، يعني كل هالمؤسسات في العرض المرئي، في العروض المرئية التي تعرض هذه الفرص، هل مع حزمة الإجراءات والتسهيلات التي تقدم للمستثمر القادم؟ 100%. نعم 100%. والأهم إذن ننتظر عقد يعني اتفاقيات ربما اقتصادية استثمارية. نتأمل، يعني أنا من تجربتنا نحن، وهذا شدد عليه مع علي يحيى باجتماع عملنا اجتماع تحضيري ب 16 الشهر، المجموعة اللي بتجي بتحضر المؤتمرات هي مجموعة استطلاعية بسموها بالشغل، بتجي بتشوف ممكن تتواصل معك، لأنه مش بالضرورة هو صاحب القرار النهائي، بس نحن دورنا أنه نرجع نلاحق هؤلاء الناس، نرجع نروح نزورهم، نشتغل معهم، شافوا شو حكينا، لازم نروح نتناقش معهم بالتفاصيل المملة. واليوم أستاذ عبد الله بهمني، وصار لي 5-6 أشهر عم بشتغل على هذا المشروع بعمان، وكان هيك بهمني كثير شدد على كيف تعاطت عمان مع ملتقى عمان الاقتصادي. كان في مزاج مختلف، فيرست تايم أنا بقول إنه كان في مزاج مختلف في عمان، حماس واضح، حماس لعرض الفرص الاستثمارية. الفرص الاستثمارية. وأول مرة، برجع بقول أول مرة بشهد هذا النوع من الاهتمام على مستوى الوزارات، يعني عملنا نحن اجتماع تنسيقي، حضروا وزراء لأكثر من الوزراء اللي راح يحضروا بالمؤتمر بذاته. فهذا بيعني أنه ملتقى عمان الاقتصادي وصل للمرحلة اللي صار فعلا منبر ومنصة تعرض أبرز أنشطة السلطنة، واثنين في ثقة كبيرة أنه هؤلاء الناس اللي عم يحضروا الملتقى هن الناس جديين، ناس فعلا جايين يشتغلوا على اختصار بالاختصار العمر. نعم. في ضوء هذه الميزة أستاذ وليد، يعني الاقتصاد العماني كتجربة حافظ على نموه واستقراره حتى في ظل تقلبات النفط الذي يعتبر المورد الرئيس ما زال لاقتصاد الدولة، كيف تجد ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد العماني بالاستثمار في عمان، وخاصة أن السلطنة اليوم متفردة بمناخها السياسي وبمناخها الاقتصادي في المنظومة العربية وبحكمتها؟ يعني هذا أهم شيء، هو ما نشير إليه، المناخ السياسي. المستثمر واعي لمعطيات السلطنة. هل تجد اهتمام وتركيز فعلي الآن في هذه الفترة، هذه السنوات الأخيرة، خاصة أن عمان هي القبلة الاستثمارية العالمية في المنطقة؟ لابد بموضوع مثلا، أعطيك مثلا الموضوع الإيراني، تعتبر هي الديستنيشن، هي القبلة لأي مستثمر، لأي شركة دولية، الأوروبي مثلا، لأنه أكيد القانون، قانون الاستثمار وقانون الاستثمار الأجنبي اليوم بإيران منه جاهز لاستخدام الشركات الأجنبية، وعمان ممكن تكون محطة لخدمة السوق الإيراني. الثاني شيء، في مواضيع اليوم وكنا عم نحكي قبل الحلقة، رب ضارة النافعة، موضوع عم نحكي عن موضوع التعدين مثلا، الثروة الكامنة، موضوع التعدين، موضوع لو ما صار في انخفاض بأسعار النفط مش عم نناقش اليوم الفرص اللي موجودة بقطاع التعدين، وتأسست شركة معادن. صحيح. تنمية معادن عمان. MDO. الغاية في 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 ذهب، في 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 ثروة كامنة، ونحاس وكروم، ذهب قصدي، ذهب بالمعنى بالقيمة. نعم. فهي الفرصة، فرصة لرجال الأعمال العمانيين، وهذا الأهم برأيي، وهي رسالة وزير التجارة شخصيا. كانت الحكومة تنافس القطاع الخاص،
كان ما فيك تشلح، اما ما فيك تاخذ من 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 مؤسسه حكوميه حقها بانه تستثمر بمستشفى، اما بمدرسه، اما بمينا، اما بغيره. اليوم الحكومه بطل بدها تشتغل هذه الخدمات، عم تفسح المجال للقطاع الخاص ليعمل ياخذ المبادرات، وهون فرصه القطاع الخاص العماني. كيف مبادره القطاع الخاص استاذ رزق في ضوء التخلي التدريجي من قبل القطاع العام عن كثير من المجالات لتخصيصها أو لفسح المجال للقطاع الخاص كي يدخل فيها باستثماراته برأس مالي، والمورد البشري هو الأهم؟ هو مش تخلي، دور الحكومات هو الجسم المنظم لعملية الاستثمار regulator body. الاستثمار سواء بالبنية الأساسية، بالبنية الفوقية، بالمشاريع الاقتصادية المباشرة، هي من حق القطاع الخاص. يبقى القطاع الحكومي منظما، نقصد موضوع رأس المالي هو يعني يصبح بدلا أن يكون حكوميا يصبح يستثمر القطاع الخاص في هذه المجالات جميعها. للأمانة هو قد يكون الأزمة التدفقات النقدية وانخفاض أسعار النفط خلال الفترة السابقة حركت العجلة أسرع، لكن عمان من 2011-2012 وبناء على توجيهات جلالة السلطان والخطابات جلالة السلطان لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع العملاقة ومشاريع البنية الأساسية والفوقية، وأنه رأس المال الوطني أن يكون رائد في المشاريع العملاقة. هناك الآن في عمان شركات عملاقة جدا هي قائمة ما بين الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، لكن يبقى ما زال المستثمر الأكبر هي الحكومة الآن في كثير من المشاريع. هل الآن آن الأوان من خلال الخطة التاسعة التي حددت 5 قطاعات رئيسية أن يقوم القطاع الخاص بدور ريادي وبدور مبادر لأخذ زمام المبادرة؟ مثلا الدقم ما زال نسبة القطاع الخاص في الاستثمار في الدقم محدودة للغاية رغم التسهيلات التي تؤمنها النظم التشريعية. إذا بدنا نأخذ الدقم كحالة، هي الدقم هي جزء من سلطنة عمان. بداية حديثي قلت لك الحكومة الأصل أن يكون دورها دور المنظم. الآن الدقم عمر 5 سنوات، اسمح لي أخجل أن أتكلم شوي عن الدقم. ننتظر الكثير من الدقم، كل الاقتصاديين ينظروا إلى الدقم بأكثر من زاوية. الآن المنطقة حتى تكون جاهزة لتستقبل الاستثمارات القطاع الخاص. ماذا تحتاج بشكل عاجل؟ البيئة التشريعية المتكاملة من أنظمة، من لوائح، من ضوابط. هذه متوفرة لغاية 2015 حتى صدرت اللوائح التلبيئية ولآخره. العملية تأخذ وقت، تأخذ جهد. الجانب الآخر البنية الأساسية من المرافق العامة، من الطرق، من المباني والميناء كذلك، والميناء واكتمال المنظومة. الدكم نتكلم عن كتلة سكانية أقل من 10,000، الآن في 15,000 أو 15,000، هي بحاجة لكتلة سكانية إضافية حتى أجعل منها مدينة. كيف نجعل من الدكم تستقطب هذه التدفقات البشرية إلى هناك كي تصبح جدوى اقتصادية؟ المكة أدرى بشعابها. هذا سؤال حقيقة جيد، وهو سؤال يطرح دائما. ماذا يجب أن نفعل حتى نستقطب البيئة الاستثمار، نستقطب البيئة السكانية في الدقم؟ لأنه في الدقم حقيقة نحن لا ننمي منطقة اقتصادية فقط، ولكن ننميها سكانيا أيضا. وهنا يبدأ السؤال يطرح نفسه، نأتي بالبيضة أم الدجاجة أولا؟ هل نقيم المشاريع ونجعل المنطقة جاذبة للناس فيأتوا أن يسكنوا فيها، ولا نجيب الناس ونخليهم بعدين يستثمروا في مشاريع جاذبة لها؟ فنحن أخذنا العصا من النصف مرة أخرى. يعني إذا تصادفت وفود كثيرة في الدكم ربما لا تحصل على السكن الآن. لا لا، أنا ما أتفق معك حاليا. ما عدا فندق بعض المنشآت الفندقية. لا، حاليا في موجود عندنا في ذروة في دورة الفعاليات. ذروة حاليا الفعاليات. موجودة 3 فنادق في الدقم، في حوالي في عدد كافي من الفنادق، بالإضافة في شركة قطاع خاص الآن تبني مجمع عمالي ضخم جدا، 16,000 سرير تقريبا،
الخدمات التجارية السياحية الترفيهية أخ جلال؟ الخدمات تتوفر، وهناك الآن في المنطقة السياحية المنطقة السياحية تحديدا وزعت حاليا حوالي 5 أراضي عملاقة لمشاريع سياحية ومشاريع فنادق، وجاءوا مستثمرين كان عندهم القابلية للاستثمار وقع عقود انتفاع في هذه المنطقة، وهذه المشاريع إن شاء الله حترى النور في خلال 6 أشهر، حتبدأ أعمال الكونستراكشن أعمال البناء في هذه المشاريع وسترى النور. في عنا على مستوى المصفى أيضا، المصفى الآن عن مرحلة تسوية الأرضية للبناء، وإن شاء الله في نهاية السنة حيبدأ البناء في الإنشاءات في المصفى، وحتكون حافز ومحرك كبير للاقتصاد في الدقم. اليوم عندك في الدقم، لكن أستاذ جلال لا توجد مراكز تجارية، لا توجد خدمات سياحية، لا توجد الآن 5 سنوات من إنشاء هذه المنطقة. اليوم كثير، وهذا ربما ذكروه في شركة عمال الحوض الجاف، تأتي أطقم من السفن، مئات الأطقم، ولا تستطيع أن تتحصل على خدمات تجارية وترفيهية وسياحية داخل الدقم. الآن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما هي التي تغذي صحيح. هذه المشاريع صحيح. الهم الأكبر كان للهيئة في البداية استقطاب المشاريع الضخمة العملاقة، طيب، وهذه المشاريع بطبيعتها ستستقطب المشاريع الصغيرة لأنه في طلب، في ديماند. اللي حصل الآن مشروع مثل مشروع الميناء، يأتوا ناس إلى الميناء ويحتاجوا مطاعم. اللي صار اليوم في 4 أو 5 مطاعم انفتحت لاستقبال هؤلاء الوفود، فالطلب يجر العمل، يجر السبلاي يعطي، وهذه الفرص اللي تتوفر الآن للمشاريع بشكل عام. فأنا أقول، وهنا يمكن هذه الرسالة أوجهها للقطاع الخاص، أن الدقم الآن فرصة استثمارية واعدة جدا وذهبية لكل من يرغب. كيف يتفاعل القطاع الخاص مع الاستثمار في الدقم؟ والله تفاعل القطاع الخاص واضح أنه عتب واضح على القطاع الخاص. لا مش عتب، دعوة مش عتب، بالعكس الآن في تفاعل جيد جدا من القطاع الخاص. كم يبلغ حجم الاستثمار؟ حاليا ما عندي تفاصيل الأرقام، لكن برجع لك فيها، ممكن نرجع للأخوة ونشوف. لكن مثلا أقدر أذكر لك أمثلة، كنا أسبوع قبل الماضي مع السفير الهندي في سفير جمهورية الهند في الدقم، واكتشف أن هناك حوالي جالية كبيرة من الهنود، ووعدنا بأنه ينظر في إنشاء مدرسة هندية. هل هناك استثمارات إيرانية على خلفية تحرير القيود الاقتصادية على إيران في ضوء الاتفاق النووي قادمة في الدقم؟ نعم هناك. كم يبلغ حجم الاستثمار؟ كأحجام استثمار حتى الآن لم تحدد. عقدت شراكات، عقدت شراكات، هناك مشروع بين SDRF صندوق الاحتياطي للدولة. ما نوع هذه الاستثمارات أستاذ؟ مشاريع إنشاء سيارات، مصنع سيارات. نعم. مشاهدينا الكرام، ما هي الوجهات الاستثمارية المستهدفة في الملتقى؟ أعود إليكم بعد هذا الفاصل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
ساعتها أبيع السيارة وأشتري سيارة جديدة، ما أقدر أزعلها. صورناها وحطيناها على تطبيق أوليكس وبعناها، الإعلان مجاني وما دفعنا أي عمولة وقبضنا من المشتري نقدا. مع أوليكس البيع والشراء والأسهل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ثانية في برنامج رؤية اقتصادية، وهذه الحلقة التي نخصصها عن عمان جسر الشراكة العربية الآسيوية. أستاذ وليد، أعود إليك مرة أخرى، يعني تحدثنا عن الموقع الاستراتيجي للسلطنة في ظل تراجعات أسعار النفط، هل الوضع العالمي برأيك مهيئ للتدفقات الاستثمارية البينية سواء بين الدول وبين القارات وخصوصا في القطاعات غير النفطية؟ هل أزمة أسعار النفط أو مشكلة أسعار النفط التي ما تزال تتأرجح دون مستواها الطبيعي الذي كانت عليه، هل تعتقد بأنها ستؤثر تأثير مباشر على الاستثمار في القطاع غير النفطي؟ لا شك بهذه المرحلة عم نشهد اهتزاز بالمزاج الاقتصادي بشكل عام بكل المنطقة، وهذا منعكس على البورصات، منعكس على التدفقات الاستثمارية، بخلاف صناعة النفط والغاز التي تتأثر طبيعي، بخلاف. لكن القطاعات الاستثمار في القطاعات الأخرى غير النفطية، صحيح، هل ستتأثر أم ستبقى منسابة بشكل طبيعي برأيك؟ الواضح بهذه السنة 2016 كان فيها تباطؤ بعملية التدفقات استثمارية بين الدول والمؤسسات. ألا يفترض يكون أن هناك زيادة في الاستثمار نتيجة انخفاض سعر الوقود، انخفاض سعر الطاقة الذي تعمل به المصانع والاستثمارات تحتاجه الاستثمارات مثلا، غير صناعة النفط والغاز التي تتأثر نتيجة الكلفة التقديرية للإنتاج؟ في خوف جدي من ركود، في خوف جدي من ركود، حتى وهذا الطلب، انخفاض الطلب على أسعار النفط هو ناتج عن بعض الركود بالأسواق وتحديدا بالسوق الصينية. الاستثمار، وجهة الاستثمار هي الوجهة وين في أرباح، مثل ما حكينا بأول، أنا أفتش، بدي فتش على أرباح، بدي فتش على أسواق استهلاكية أخدمها، بدي فتش على بنية أساسية استخدمها بشكل مثالي وبنية لوجستية. اليوم السلطنة عملت إنجاز ضخم بالبنى التحتية، عملت وصرفت مليارات الدولارات على المرافق، على الطرق، على المطارات. اليوم صارت هاي التفاصيل اللي كنا عم نحكي عنها، المستثمر صار عم يفتش على التفاصيل، يعني كم من الوقت أحتاج لأنا أعمل تفريغ مثلا بميناء صحار وتصير البضاعة تبعي باليمن، أما تصير البضاعة تبعي بإيران، أما تصير البضاعة تبعي بالسعودية، قدي رح تخدني الإجراءات الجمركية؟ هاو التفاصيل المهمين. الآن الإجراءات الجمركية في السلطنة تنافسية بامتياز، في بضع دقائق يعني تخلص يعني الباخرة أو السفينة من معاملتها. وعم نحكي عن التقنيات، عم نحكي والشركات اللي عملتها عمان مع روتردام مع غيرها من المرافق العالمية ساعدتها كتير لتطوير ثقافة عمل المرافق وسرعة المناولة وغيرها. هل تعتقد أن آلية إدارة المطارات المحلية في حاجة إلى إعادة هيكلة في موضوع السرعة، سرعة تخليص السفن في المناولة؟ بالسعي، يعني أنا كنت بحديث مع معالي الوزير الفطيسي من فترة قصيرة، وزير النقل والاتصالات، صحيح، نعم. ما في ما حكينا عن شو بدنا نعمل بعد مرافق، أما شو بدنا نعمل طرق، أما شو بدنا نعمل مطارات، هذا شيء لغتين صارت اليوم. يعني ميناء صلالة، الدقم، صحار، مرافق استراتيجية عالمية موجود. كيف يمكن تشغيلها بحيث يصبح التاجر وصاحب العمل يشغل هذه المواني؟ الآن كثير حتى من التجار المحليين يعني يستلمون بضائعهم من مرافق ومواني غير عمانية. وهون التشديد على اللي كنا عم نحكيه نحن ومعالي، طريقة إدارة هذه المواني، رفع الكفاءة، لازم يكون كفاءة عالية. يعني الهدف اليوم مش استثمار إضافي بهذه الموانئ، أما المراكز اللوجستية هي هدف رفع كفاءتها، تشتغل أوقات تشغيل قصوى وسرعة.
يعني هذا هدف وزارة النقل على القليل. قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أستاذ وليد، بأي حيز سيكون في هذا الملتقى؟ هو فرصة ذهبية لرواد ورائدات الأعمال في السلطنة، ما هي الخطة الموضوعة من الملتقى أنتم كمنظمين ومشرفين على الملتقى لهذه الفئة لهذه السوق كحصص استثمارية؟ الملتقى السنة بإطاره العام لا يشهد الكثير، أما لا يتناول الكثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بس دائما هدف معالي الدكتور سنيدي كان دائما التشديد على هذا الموضوع، موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مشان هيك عندنا جلسة عم نتناول فيها ما توصلوا إليه، إذا بدك كان ريادة أما الرفد، شو الوضعية الجديدة، ورح نلقي الضوء على بعض قصص النجاح لمؤسسات صغيرة والمتوسطة، وبعض المشاريع اللي بتملكها، أما بعض المشاريع اللي بتملكها المؤسسات الضخمة مثل أوربيك مثل عمان أويل، وكيف فيها يكون في بالخدمات تشغلها مؤسسات صغيرة ومتوسطة. أستاذ رزق، البنية الأساسية الضخمة في قطاع اللوجستيات بالسلطنة، كيف تضع عمان برأيك كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الترانزيت من ناحية، والصناعات التحويلية، وربما تجارة الجملة والتجزئة في المناطق الحرة؟ هذه نقطة في غاية من الأهمية، بحيث يتحرك السوق تجاريا في مختلف المحافظات، تجارة التجزئة وتجارة الجملة بحيث تكون هناك أسواق متخصصة للتجارية في هذه النوافذ المهمة، تجارة بالتجزئة وتجارة بالجملة. مثل ما تكلمنا، عمان عندها ثلاث مرافق تعتبر من أكبر المرافق في منطقة الشرق الأوسط، ودخل خصب رابعا بشكل كبير إن شاء الله. إحنا نتكلم عن الموانئ القائمة حاليا، نتكلم عن صحار، ونتكلم عن صلالة، ونتكلم عن الدقم، بالإضافة لميناء السلطان قابوس، ما زال بعض العمليات التجارية على الرغم أنه هناك قرار تحويله لميناء سياحي. موانئ بهذا الحجم، هل السؤال، هل المناولة في البضائع من خلالها تقتصر على السوق المحلي العماني؟ كتلة سكانية لا تتجاوز 5 مليون نسمة، هل تحتاج إلى هذه الموانئ؟ كيف يمكن أن تكون مركزا للمناولة الإقليمية الخليجية العربية الدولية لزيادة فاعلية من البوابة العمانية؟ يجب أن نتجاوز السوق الاستهلاك العماني. السوق الخليجي كيف نتجاوز؟ راح أجيك، بس أحكي لك الأسواق اللي ممكن أن أستهدفها من خلال الموانئ العمانية. أو الهدف من إقامة موانئ بهذا الحجم، إذا كان الهدف هو خدمة السوق الاستهلاكي العماني، ميناء واحد بكفيني، ميناء سلطان قابوس بكفيني. الآن الاستراتيجية لحكومة سلطنة عمان بضخ المليارات بإيجاد 3 مرافق كبرى والبحث عن مرافق إضافية، إذا نتكلم عن أسواق استهلاكية أخرى، وأن عمان تصبح هب لإعادة تجميع وإعادة توزيع البضائع. الموانئ العمانية خدماتها تتجاوز عمان، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، GCC، دول شرق البحر الأبيض المتوسط، الأردن، لبنان، سوريا، أصل تركيا بالنقل البري. الآن كيف؟ الآن البيئة التشريعية في عمان، نرجع لها، أو المناطق الاقتصادية المتخصصة في سلطنة عمان، بدائل تأسيس الاستثمارات جميعها متوفرة، استثمار أجنبي 100% موجود، شراكة محلية موجودة، خدمات ولوجستية موجود. فالآن هي فقط أني أنا كوحدات موجودة على البحر أزيد عدد الخطوط الملاحة، أسرع من عملية المناولة البحرية. الآن عمان خلال الشهرين هذولا طبقت السنجل ويندو، المنظمة الجمارك العالمية أشادت في البرنامج الجديد بيان. وللأمانة من هذا البرنامج أقدم شكر لشرطة عمان السلطانية لدار العمل الجمارك. البرنامج راح يكون نقلة نوعية في التخليص الجمركي على البضائع. كيف أصل للأسواق اللي تكلمنا عنها؟ التفكير بعبري كمنطقة اقتصادية أكيد ما كان من فراغ. نتكلم عن بوابة تربط سلطنة عمان وموانئ عمان في المملكة العربية السعودية، اللي هو يعتبر سوق استهلاكي وسوق إنتاجي وما بعد السوق. نتكلم بالناحية الأخرى
اليمن وجنوب افريقيا. نتكلم اليوم عن ميناء صلالة كأحد أهم الموانئ كميناء بحري لإعادة التوزيع البحري مش البري، مع مراعاة العمق السكاني لهذه الكتل. الكتل نتكلم عن هذاك. بالمقابل إيران موجودة. كيف تتوقع الدور المنتظر في ميناء خصب مع الانفتاح على السوق الإيرانية بشكل كبير، سواء في الاستثمار أو فيما يتعلق بالبعد السياحي التجاري؟ إيران سوق كبير استهلاكيا وكسوق يعتبر من الأسواق المنتجة، بالإضافة إيران هي وجه سياحي. فالآن نتكلم عن ميناء خصب ممكن أن يكون سياحي وعمليات تجارية بنفس الوقت. الاستثمار في المرافق السياحية في مسندم الآن أصبح يعني له جدوى أكبر اقتصادية بالانفتاح السياحي على السوق الإيرانية. طبعا بكل تأكيد، وإيران مثل ما قلت لك هي أحد الوجهات السياحية على مستوى العالم. نعم. سواء السياحة الدينية أو السياحية الطبيعية. التبادل التجاري مع السوق الإيرانية كيف يمكن أن يزيد أستاذ رزق؟ يعني الواضح أن السوق العمانية هي ربما ليست مستفيدة حتى الآن بالشكل الكبير، رغم أنها الأقرب جغرافيا بين قوسين مع السوق الإيرانية مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى حتى قبل رفع حتى قبل رفع الحظر عن إيران والإجراءات الأخيرة اللي كان للسلطنة دور كبير جدا فيها. كيف أني أنا أعظم الفائدة أكون حاضنة للمستثمرين الإيرانيين؟ سلطنة عمان تكون حاضنة للاستثمارات الإيرانية. أستاذ جلال، المحطة الواحدة في الدقم ربما هي النافذة التي تخلص إجراءات المستثمر. ما هي المعايير التنافسية التي تضعها هذه المحطة لاستقطاب الاستثمار؟ طبعا المحطة الواحدة حسب المرسوم السلطاني في 2013 هي أعطت صلاحيات للمنطقة لإدارة المنطقة الاقتصادية في الدقم ربما لا يوجد لها مثيل في المناطق الحرة في المنطقة، بأن يأتي المستثمر إلى المحطة الواحدة ويقدم أوراقه، والمحطة الواحدة تقوم بكل الإجراءات اللازمة لإنجاح المشروع، من التصاريح البيئية، من التصاريح الصناعية، من السجل التجاري، من التراخيص العمال، من فيزا للمستثمرين، مختلف الإجراءات يقوم فيها المحطة الواحدة. كم يأخذ من الوقت صرف التصريح الاستثماري من تقديم الطلب وحتى تخليصه؟ يعني هو يأخذ يومان بيومين ولكن باستثناء التراخيص العمال التي تأخذ 5 أيام حسب المرسوم السلطاني. طبعا فترة قياسية جدا. كيف تقيسون نسبة رضا الجمهور فيما تقدمه الدقم من تسهيلات استثمارية؟ هل هناك مركز رصد أو دائرة للرصد أو قسم للرصد لرضا الجمهور رجال الأعمال أصحاب الأعمال؟ حاليا نحن الآن هذا مشروع نحن قائمين عليه حقيقة في الهيئة الدقم، مشروع اللي هو قياس فعلا نسبة الرضا، نسبة الأداء الأداء. نعم. وإن شاء الله سوف يكون في هناك بيانات واضحة مع نهاية السنة أتوقع. حجم الاستثمار المحلي والأجنبي العام حتى الآن هل لديكم رقم معين في المنطقة؟ لا يحضرني هذا الرقم حقيقة، ولكن ممكن نشوف نرجع له. نعم. أستاذ وليد، ما هي الوجهات الاستثمارية المستهدفة؟ لديكم عدة أيام في الملتقى، هل تركزون على وجهات معينة اقتصادية معينة في آسيا؟ لابد نحن نسعى إلى استقدام الأسواق. ذكرتم الصين والهند وإيران واليابان. كيف يمكن لطريق الحرير سواء كدلالة تاريخية أم إحياء هذه الطريق فيما يتعلق بالاقتصاد المعاصر، إحياء الحركة التجارية عبر هذا الممر؟ لا شك في حال نجاح بغض النظر عن حجم الاستثمار اللي عم توضع الصين بهذا الطريق اللي هو عم يعمل نمو بجانب الطريق إذا بدك يمر عبر 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 كذا دولة، ورح أكيد هذا الطريق رح يغير إذا بدك حجم التبادل التجاري بالمنطقة، ملامح المشهد الاقتصادي أو التجاري في المنطقة. تجاري بالمنطقة من البوابة العمانية تعتقد هي الأنسب لهذا الطريق؟ لا، بلكي يعني هني بالتغيير الممر صوب باكستان على المينا بباكستان، بس ممكن دايما الموانئ العمانية تستفيد بشكل كبير من خاصة ميناء صلالة ربما. صحيح. نحن الغاية من الملتقى هو
تقطاب استثمارات للسلطنة. واليوم نحن وير فيتشرينج إذا بدك عم نركز على مواضيع محددة، عم نركز على التعدين، الخمس قطاعات الأساسية صحيح في الخطة الخمسية، السياحة والتعدين والأسماك والصناعة واللوجستيات. نعم أستاذ رزق، ذكرت أن الاقتصاد العماني حتى في ذروة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية لم يكن أو لم يلامسه ذلك التأثير المباشر. الإشكالية في السيولة النقدية أو التدفقات النقدية، كيف تشرح لنا هذه المعادلة؟ بس تتكلم عن أزمة اقتصادية، أنه الأزمة الاقتصادية يصاحبها ركود اقتصادي، يصاحبها معدلات تضخم مرتفعة جدا، يصاحبها عناصر وعوامل كثيرة جدا. الآن هل العناصر وهي العوامل هي موجودة الآن في الاقتصاد العماني؟ الإجابة لا. هناك في مشكلة في حجم التدفقات النقدية من أسعار النفط، انخفاض قيمة الإيرادات المباشرة من النفط والغاز قد يؤدي إلى حدوث عجز ببعض الجوانب. هناك أكيد بوزارة المالية والمعنيين عن المالية العامة هناك أدوات ووسائل تستخدم لتغطية هذا العجز. الانخفاض راح يكون مرحلي، قد يختلف الآن الخبراء والمستشارين عن السبب الحقيقي وراء انخفاض والتضارب بسوق النفط. هل هو عرض وطلب ومعادلات السوق العادية، أو هل هو قرار سياسي على مستوى القوى العالمية؟ متى يتخذ القرار بالعودة إلى أسعار النفط؟ الأصل أنه أي دولة تكون حامية حالها من أي تغيرات سواء طبيعية نتيجة عوامل السوق أو سواء قرارات سياسية أو سيادية. عموما حتى هذه اللحظة ما فيها أي مؤشر لأزمة اقتصادية. صحيح. نعم. حتى هذه اللحظة. جميع المشاريع البنية الأساسية مستمرة. الشركات على العكس من ذلك إنشاء مشروعات كبيرة استثمارية. بدليل على الكلام وأنه المؤشرات إيجابية، سلطنة عمان أعلنت بداية الأسبوع الماضي سنستمر بتنفيذ مشروع قطاع عمان 2000 كيلومتر حتى في ظل هذا السعر النفطي. حسب البلان انه 2018 قطار عمان راح يكون موجود، وراح نطلع انا وياك عبد الله فيه ان شاء الله. ان شاء الله. اذا عايشين. استاذ جلال، سؤال اخير. ذكرتم ان الدقم ثلاثه اضعاف مساحه سنغافوره، حجم المساحات المشغوله حتى الان بعد خمس سنوات. والله لانه الاستثمار حاليا طلبات الاستثمار تتكاثر الان، فما عندي احصائيه اخيره بالنسبه للاستثمار في المنطقه حاليا، ولكن اقدر اقول لك ان الجزء اللي تم تخطيطه من المساحه الكليه هو حوالي 40% من المساحه الاجماليه للمنطقه، فنحن اخذنا 40% حاليا عشان نخططه كبناء اساسيه تقصد كتطوير كمنطقه لها، وفيما بعد سوف ناخذ 60% الاخرى الان. نعم. كدائرة الترويج الآن، ما هي المشاريع التي يمكن أن تبدأ في الدقم قريبا؟ حاليا نحن تجارية مثلا، هل هناك من طلبات لمراكز تجارية؟ هي في طلبات كثيرة، في طلب بأي حجم؟ والله بأحجام مختلفة، يعني في طلبات حال مركز للمركز ترفيهي كبير، في حتى صالة بولينج، في طلبات لمراكز تجارية أخرى من أنواع مختلفة، وهذه الطلبات كثيرة. إذن كل هذه على الطريق. طيب. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا الأستاذ وليد أبو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، الأستاذ رزق عليمات خبير الاقتصاد بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والأستاذ جلال بن عبد الكريم اللواتي مدير الترويج بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أشكر ضيوفنا مرة أخرى، وأشكركم مشاهدينا أينما كنتم على لطيف متابعتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.